قلنا صباحكم بالخير، صباحكم بالخير يا كوادا يا وجوه الخير. اليوم مشينا هذا القائد صلاح الدين سعيد باش نحكيو على ديما على كودا، ديما على كودا، كودا القديمه. اليوم باش نحكيو بالاخص باش نركزوا على عروساتنا وعاداتنا وتقاليدنا. صباح الخير سي سلاح. صباح الخير، مرحبا بك سي علاء. في الواقع انت تعتبر منارة توا في أكودا. ربي يفضلك سي سلاح، عايشك. خاصة الأجيال المتعاقبة، وبالحق يعني انفردت وأثريت برشا تاريخ ومعلومات اللي تغير على أذهان الجيل هذا، وهذيك أصلتنا وهذيك عرقتنا. وأكودا يعني مميزة في هذا المجال، ويعطيك الصحة إجمالا. يعني الناس كل يعني قاعدة مهتمة ياسر وتتبع في أطوار ومراحل يعني أكودا الزمن الجميل، يعني سميت برنامجك الزمن الجميل. وإن شاء الله فبتي أولادنا وفلذات أكبادنا ذوما ربي ينعم عليهم بالزمن الجميل. ربي يفضلك سلاح. سلاح، كان نحكيو على عروساتنا، ما عندك كيفاش من الخطبه حتى للعرس، كيفاش كانوا يخطبوا العباد، كيفاش يراو النساء ما يراوهمش، يخطبوهم لهم والديهم. افتتاحيه نقول يعني وقديما كانوا اجداد الكرام الله يرحمهم طول السهوة ولا يخافون المرأة ولا يخشون المرأة. قديما أكودا وهو يعني في المجال هذا بالنسبة للأفراح والانصهار والمساهرة ما كانتش بالكيفية اللي ربما الجيل هذا مكبل نوعا ما. مش معناه مكبل مش بالمفهوم الصحيح أنه يعني مكبل، لكن اختياره فردي وشخصي. فاهم زميلته سواء في المهنة وصديقته أو رفيقة الدرب يتفاهموا مع بعض في أحد لقاء أو اللقاء الثاني، هذه أمور توافق القهوة، يقعد معها القهوة يتحدثوا، يطلع على أفكاره هي يعني ربما يعني تقع المسارة. لكن قبل بالعكس، عكسها كان ككبار تلتقي في القهوة الرجال تبقى تقول لي خويا أنا باش نجي نخطب بنتك، تلقى محادثة في القهوة قبل ما يكون أمور رسمية. قول لي خويا احنا تو ولاد بلاد وشنيا أكودا هي كلها تعد فك الوقت 3000 4000 ناس ما نعرفوا بعضنا واحد واحد. يضبطوا موعد تاني يمشي كبار القوم عادة يكونوا نساء نساء كبار يمشيوا باش يخطبوا. اش معناها ماهيش خطوبة رسمية، أنا نقولوا يعني باش ياكلوا النعم. أول مرحلة تقع المفاهمة مع كبار القوم، مع والديه كبار رجال هي اللي تتفاهم. وبالعكس المعني بالأمر يقولوا احنا العروس ولا العروس ما يعرفهاش، ما يعرفوش بعض. اذا كان قامت الوالدين اتفقت واصرت انه باش يناسبوا العائله هذيك الولد ما يراه حتى مانع واي معارضه من قدام الوالدين. تمشي كنسيات كبار يضبطوا موعد يقولوا دار فلان مثلا دار سعيد باش يخطبوا دار صالح بن صالح ولا ثانية أو قداس أو شبير أو تمشي كل النسيات هذيك. هاي ويني البلاية راهو جينا كذا وكذا، قولوا مرحبا بكم وكذا. مش نشاوروا، علاش باش نشاوروا؟ العائلات معروف مادام قصدك الدار هذيك معروف. صحيح. الله يبارك رحنا عاطين. بعد جمعة قولوا باش ناكلوا النعمة. شنو هي النعمة؟ قبل يعني كانت البركة حتى خبز وزيت هذيك النعمة. شنو النعمة؟ أكلنا النعمة هذاك العهد
وهذاك التعاد وهذيك المصداقية أنه كلينا النعمة لا هروبة ولا مفر كلينا النعمة كما نقولوا ماء وملح باش ما يخونوش باش بالضبط هذا هو وتلقاها عادة البنية وراء المنسج هي أمها تنسج وكذا وعد وهي هذيك المعنية من أمها هذيك اللي باش يخوفها ولتقاف وسط البيت ما تخرجش حاجة تبرا ندينا حبيبة ولا رفيقة ولا حفصية يعني نشوفوها وكذا تخرج البنية تقوى كلاو النعمة انتهى بعد مدة زمنية وعادة العروسات في أكودة تكون في الشتاء مش كما توا يعني الصيف طه ما شاء الله بنتي العروسات يولي موسم يعني سيزون تاع أفراح سيزون لا لا قبل كان غالبا في الشتاء علاش في الشتاء نركزوا في الشتاء يعني المحصول تاع الزيتون بعد تقرقي يقولوا يعني العرس بعد تقرقي وفما اللي يقعد عام واثنين هنا خاطب وحتى ينوب عليه رب أنا عادة يكون في الشتاء في الشتاء وعروسات قبل يعني ثماشك الشروطات شنو الشرط المهر يكون غالبا زيتون غرس فين شعبة الذوادية أو غرس محلة أو في جرف كبير أو جرف صغير أو في الشط يعني مهرها 20 زيتونة 30 زيتونة كذا ومعها شوية ذهب يعني الذهب هذا شرط أساسي إيش معنى شرط أساسي أنت والإمكانيات بتاع السلام عليكم وعليكم السلام لا لا انفصلت ايوه قلنا يعني غالبا يكون في الشتاء محاصيل تاع الزيتون وتتحل يدين ويجملوا يعني شويه فلوس وكذا يخرج ربي العرس يعني الزداق الزداق يقعد في المسيب الزداق يقعد في المسيب سامعني سلاح باش نقص عليك هالنعمه اللي كنت تحكي عليها شي يهزوا فيها بالنسبه للنعمه ذول اللي فتناها النعمه لا بالعكس ما هي مسلسل يعني تابع بعض باهي واضح واضح النعمه ديما الركز مشات البركه مشات التقاليد يعني النعمه شنو النعمه انه الدار العروس يجيبوا غالبا شكارتين سبيت ويجيبوا ديكتين زيت ويجيبوا التمر والسكر والقفه ومنتو مع بعض توا القفه يعملوا لها يعني موعد مضبوطه وقت القفه حنا كذابه توا ولات بالعكس النعمه كانت تجي على كريت ويجيبوا الحطب فلاق يقول القارخ جايبين الحطب الفلاق هذاك يجيبوا له نهار واحد بالذبه يفلق هكا الحطب هذاك الفلاق والمقروض باش يتقلى في طواجن كبار عادة قدام الدار في الشارع فرب يعني حفرة كانتونا منا وكانتونا منا وصغاريت وكذا ويبداو يقليو في المقروض النعمة اش دير النعمة قلنا السميد والزيت والتمر والسكر قبل كان سكر قلوا فلان جابوا لها 10 كيلو سكر يعني زوز قوال قوالب سكر ما شاء الله ويا ويح اللي تبدا حاجه ناقصه في القفل ساعات حتى يبدا ناقص اباري تشوم السلك يعني فيها الحديده والعافص والعود والشمع قبل كان الشمع تاع 5 صوابع هذيك اي ماهوش خرجوا بها الشمع هذيك عندها حكايه وتو متقصده في أكودة لكن تطورت وترجدت في يعني ولات امور اخرى نجيو نهار تقريا المقروض استدعي اقارب الناس والاجوار بتاع دار العروسه ويتوكلوا على الله بعد اعداد يعني الكوانن والطواجن ويبدا في الشارع ويبدا في المقروض ناس تقلي في المقروض وبنيات صبايا ولا كذا يهزوا المقروض هذاك يحطوه يقولوا احنا في المخزن في بيت هذاك حل بالمفتاح سكر بالمفتاح يفرش الخيش في وسط البيت على ستاك كاك زديز ولا كاد غالبا ديارنا سيبان حطوا هذاك المقروض طيب ناضج بعد بيكملوا المقروض من غدوة أو حتى في نهار يجمروه
يشحروه يشحروه بكس ما نقولوش يشحروه قولوا يجمروه يجمروه واضح بك السكر هذاك باه ظهر في مظهر طيب وكذا وتقع الذواقه بتاعك المبروك والنهار هذاك يكون فطور للناس اللي حضرت في قريه بقلو شو الفطور ماهوش بالزومه ماهوش باللحم كسكسي ناضج كسكسي بتاعنا هذا انا نفوتك بالحديث يتكسكس دار العروس على خاطر بالساقع جمعه كامله او 10 ايام لاعداد العرس وغالي من اكوده يحبوا الكسكسي برشا كسكسي بالفول والقرع والفلفل وانتهى لا لحم ولا كذا نهار تقليل مقروض تقليل مقروض بعد 3-4 ايام اعداد العرس ويا حسره ترجع كل الايام هذيك يقولوا باش نلعب في دار العروسه يجيو الاجوار ويجيو بنات صبايا وكذا وعلما انه ذبان ذكر ما يدورش ثباش اختلاط قبل بنات نساء فهمتي الرجال اللي قدام الدار يا في السقيف لا 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 بالعكس ثباش القريب القريب اللازم اللازم وقت الرسمي ليله الحنه نقولوا احنا ليله الحنه في دار بالجيران يبداو في السقيفه ويطيبوا في التاي وهم اللي يعدوا التاي للصح وكان واحد بركة راجل كبير الله يرحمه بوكساسي بوكساسي في حومة دبا بالقوس فهمتي بوكساسي هذايا كان يبيع في القلوب كان بيض قلوب قلوب القرع بقفيفته يبدا قدام الدار ويبيع القلوب بوكساسي بطيرة فكرت بوكساسي بطيرة يبيع القلوب وهذيك هذيك الفواكه فيها كل عدينا للعرس وقبلها سبق أن الغسيل بتاع الصوف وعدادك الزهاز وكذا واحد يحضروه يحضروه وينصبوه في البيت نتاع بها ينصبوه يعملوا منصة ومنظمة متناسقة العباين وحدها بالمادري وحدها الزرابي وحدها اكسيستوات كدبش زاد الدخلاني والكروب فهمتي يحضروهم باش العباد اللي باش تجي ليلة الحنة كذا يتفرج هاي فلان اش عنده وساعات يبداو يعدوا فوق اوه عندها اربع فراش عندها ثلاث عباين عندها زربيه عندها كذا باش خرج فلان تقول لها المراه الاخرى اللي هي بركه يا اخي هو فايده في الدبش حتى كي تبدا عندها حاجه ناقصه كملوها من بعد هذا اللي يحب يا نيران باهي حنة عروس ليلة الحنة ليلة الحنة غالبا بالمشطات تاع كوت كانت بنت العكاري ذوما عائلة واحدة وتصاحباش فهمتي بنت زراير لا وكانت أمك فاطمة الحارزة حارزة أي تبدأ تورش تقول غليظة 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 شتي غليظة كارتة ب 500 في الوقت هضرة كبيرة وعادة العروس هو اللي يبعث مع أمه باش يورش يعني تورش ب 500 وزيد تقسمها مع المشطات مش وحدة هما المشطات على خاطر كانوا يخدموا بلاش فلوس بالتوريش ولا المشطات هي عبارة نقولوا احنا اتفاقية بالنسبة للعرس ما عندهمش أجرة معينة الأجرة معينة يعني يخدموا بالتوريش هذاك باش يفضلوا الرواح فهمتك وكان تقبل الألفة والتعاون مع بعضنا وفرحني ومفرحلك والمشطات الله يرحمهم كلهم متوفات هكم الناس يعني متطوعة لكن ما هوش يعني كما نقولوا احنا احترام كانوا يخبوا ونسيات الله يرحمهم ينعمهم وناس في اليوم يعني يكونوا معينين لكن فما العائلات اللي شويه الفيك شويه عندهم يجيبوا حضره من سوسه الحضره هذه من سوسه قبل كده زكيه والمساكنيه وحبيبه حبيبه طليانه ولا شكون اول ما يسكوا البيانو هذاك اي البيانو هذاك قد البيرو هذايا يسبق البيانو وفي الليل عاد يعملوا له عشاء وكذا راح يعملوا لكن كان حتى الصوم ماهوش مشط برشا فك العهد هذاك كما نقولوا 30 دينار او 20 دينار صح باهي على فكره توا ولات الصلاه ولات الكراسي مكسيه وهضره ومسكين الزوالي والناس ولات تعاند في بعضها والصالة بزوز النايل وثلاثة النايل حتى عاش قبلان يضرب لي بقول خمسة النايل وكذا قبل كانت التيندة شنو هي التيندة هذه؟ يجيو الرجال بتاع الحومة ينصبوا تيندة تلقاها الحبل منها على الرابعة التيندة يعني عبارة بريو
وبالشوارق الشارع هذيك ثقلوها بالحجر تلقى مربيه في في في, في دار الجيران فهمتني. والضوء ماهيش الناس كل كانت عندها ضوء يعني كابل ويعديوه من دار لدار باش يشعلوا كيفاش الضوء. وهنا فما كي البرميس هذا عنده قصه البرميس البرميس هذاك يزيد يعني يعطي اشعاع في الدار وكذا واحد فهمتك. هذا بالنسبه لليله الحلم. والكراسي شنو هي الكراسي؟ كراسي قبل يقعدوا على المادر هذوم الاعيان يقعدوا على المادر والشعب الكريم والجيران وكذا على الحصر تلقاه الدربوكه تبدا يعني من 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 من, من, من ثمانيه نتاع الليل حتى لين تزرق الشمس والمشاط يعني تعلل في الاخر وتحلي العروسه. بعد من غدوه فما اللي يعطيو التسييبه. شو معناها التسييبه؟ تقعد نهار اضافي في دربه سايبوه سايبوه ليلة الحنة او ليلة الحنة. كلمة التسييبة هذه يظل موجودة كان فيها كود سمعتهاش في التسييبة يعني هون فيزا تقعد نهار في دربه مش حنيت من هنا يتروح الدراج بول. فهمتك. بالنسبة للصداق الصداق ما كانش في البلدية يجي الله يرحمه وهذا انسان يعني جليل الله يرحمه بك عبد السلام عزوز شكون اللي يعمل صداق عند بك عبد السلام عزوز يجي لدار العروس ويكتب الصديق وبالفاتح وزاد يعني كانت العروسة ما كانش قبل الأمضة ما تبقاش أمضة يمشي باه وابوه ويعمل صداق في الحانوت بتاع العذر واخذ الصداق بتاعه وروح حتى تصح ما صحتش. هذه أمور من موسى وصحيح ثابتة كتبوا صديق الصديق هذاك نسخة ياخذ العروس ونسخة تاخذ العروس وتستحفظ به هذاك العهد وهذاك الميثاق بين الزوج والزوجة فهمتني. بالنسبة للزهاز توا ما شاء الله تترى بالعشرين بالثلاثين وكذا وكل شيء يتابع بعض. قبل الزهاز أنا خلطت عليه ونعرفه تهز في يجيك الشريون من سوسة أكل بالأربع جالي هذا الشريون فهمتني ويهز الزهاز. وكانوا فيها كود اش كانت؟ كانوا كرهبتين ولا ثلاثة. كانت الكرهبة الله يرحمه جديد أبو خيط هذاك تخص في العروسة هو يجيب العروسة. وكان الله يرحمه زاد البيك عفار وكان البيك عفار وبيك جديد جديد بخيت بخيت جديد تمام. وكرهبة أخرى تاع بك علي شاوش هذوما هما الكراهب اللي كانوا معدين للعروس. أما إذا كان جيران إذا كان جيران مرمتها فما بعض مش الكل من دار لدار خرجت من دار هذيك الدار جيران تروح من دار لدار جيران بالصغريت وبكذا واحد. لا فما حاجة أخرى ليلة المرواح هذا ليلة المرواح يعني العروس يبدأ في السوق يبدأ في حانوت الحجام ما يهزش عروسته. لا 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 عروسه عروس ما يمشيش يروح بها. لا 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 ما كانش هذا. تخرج وحدها تخرج وحدها معزة مكرمة يخرج معها أبوها وأخواتها وكذا. وإذا كان قطك الدار تبدأ في الأجواء شنو هي الدور يا مش عاملة في البلاد من دار أبوها تدخل للدرجة. لكن هذه هو ما فوتكش بالحديث تحدث على العروس. العروس يكون عادة في الحجاب حج مع الحجاب قبل في السوق يعني وصلت في عرسي أنا ليلتها 18 مرواح عام 76 18 مرور يحجم كان عنده حجام قريبه قد قد يجيه للدار يحجمه في الدار. لكن الصف لابد يخرج للسوق بعد بلبس في الكسب بتاعه وكل مزاورية معاه وشنو وكانت هي الناس كل عندها كونفليكت باش يتمزور شرط اساسي يكون مزاوري نفس بون ليه وين ولا يعرف ينجم يعمل كرافات يربط كرافات يربط كرافات كان اللي خادم في الجيش ولا كذا هذا هي واقع ملموس. وتلقاهم الشباب هذاك يتسلف
كسوة مع عند صاحبه ولو في سمع عند هذاك وكذا وصبات مع هذا باش يبدا في مظهر باهي. والصف شنو هو؟ الصف عبارة بارج كبير وكرنفال، يعني انت وحجم العائلة وانت والقرابة والزبالة نتاعك العروسة الأصحاب نتاعو أصحاب عادة يكونوا 10-20 نفر كل تيني كوريكت، والعروس وراه واحد هو اللي هازم بوكي دو فلور وراه، ويكون صاحب أمانة زاد أكل مرافقين يكونوا صاحب خاطر عنا تقاليد وكذا وكذا نعرفوا واضح خير. وتلقى العروس بالتدرج عادة يكون يعني الله يرحمه فهمتي الزدايط والبابور والكحلاوي هذه الفرقة اللي مش تعد خطر فما زاد أما يعمل حنة قبل المرواح ولا حنة ومرواح فهمتك. والناس اللي لبس عليها قبل ما كانتش أنا فرقة موسيقية، كانت الفرقة الأولى اللي هي في الوسط والساحل فرقة الكارتي. إيش معناها فرقة الكارتي؟ ليدي كارتي مدينة قصر عليه نعرفه بك يعني بك ليدي كارتي هذا أبو يعني عنده 40 ولد نعرفه من بعد عمل الماجوريت. هالآلات هذه الكل اللي تتصورها في الفرقة الموسيقية الوترية النحاسية هذا الكارتي الوحيد اللي وبعد جات فرقة الساحل تاع سوس ساحلية وبعد مدة زمنية جات في فرقة القرعة الكبيرة فهمتني صحيح. عاد احنا عادة وكل أثرياء فما ناس يعني تعمل عرس حتى اسماعيل حطاب جاي يكون وعد كم من حب. وفم عائلات قبل كانت تجيب المرحوم علي البراق السلمية بتاع البراق بتاع القروان يعني بارشة اللي يعني عمله حنا نتاعهم العرس نتاعهم بالبراق تو هذاك اللي تقول البراق ولده هذاك سي محمد هذاك فهمتي اسماعيل حطاب تفكر انا اسماعيل حطاب انا حضرت مره في عرس في طريق الورفلي ما نعرفش دار شكون اما مشيت حضرت في عرس دار بن عثمان السي حبيب بن عثمان والله ممكن كان من حفله عند دار صحنون زاد ولد عم الزحمه فهمتي عرس اسماعيل حطاب جات فرقه المنار قبل هذه فرقة المنار من تونس من تونس دار الحاج حميدة جابوا فرقة المنار فهمتني أنا أكثريتها بالفلكلور يعني طابع إرثي وراثي أكودي بحت تراثي أكودي بحت كحلاوي ربي شفيه بالمناسبة يعني كان ذاك رمز للأغنية الشعبية كحلاوي ها؟ مشيت طليت عليه الجمعة اللي فات الله عندك أجر وثواب مشيت طليت عليه الجمعة اللي فات أما مالوروز مو معناتها ما نجمش ناخذ من عنده حتى شيء ربي فضله وكا ربي فضله وربي يشفيه وهذاك زاد بالمناسبة كان يعني اشتغل خطين في الهلال الرياض كحارس مرمى وك جناح أيمن في الهلال سي محمد الله يشفيه هذا إجمال العرس فيكم ونجي متوصف يهبط الصف بالتدرج يهبط يعني يدوم في المسيرة من السوق حتى الدار بيسكوبات بالساعة وبساعتين وصلنا قدام الدار ويبدأ واحد شدد له كرسي وراه يمشي شوية ويرتاح اي غالبا الكرسي هذاك ما ياخذ في مقاوة عبد العزيز قبل مقاوة صالح بن عثمان على فكرة قاوة صالح بن عثمان كانت في السوق قاوة البلار تو اللي فيها بتاع دار الناجر هي هذيك قاوة البلار من بعد حلت قاعة العزيز ولهذا العرس كان فيه رونق وفيه بركة وفيه يعني تحابب عائلات وكذا إذا ما تجينيش في عرس ولدي ولا في حنة بنتي إيش نعمل فيك والناس كل تجيب العرض ما شكون يرمي راسه سامحني في الصف هذا كانوا ديما يشدوا عندهم البريميوسات يا اخي منين نجيبوا فيهم البريميوسات ذاك عنده قصة بالنسبة للبريميوس البريميس هذاك يكريه طاهر الزغني كرموس كان عنده ثلاثة بريميسات يكريهم بالليلة خاطر ما كانش الناس كل عندها ضوء وبالنسبة للبلدية في الوقت يعني الإمكانيات كذا ما كانش الضوء يعني بصفة فثنية كل لي. كان الضوء في السوق كيما الفنار أنا أتفكره كان واحد في بلد واحد اللي تقاوى دار المسطور وواحد آخر لوطة اللي قد دار
قداس في البلد كي الفوانيس المصباح فهمتك اي كانش ضو يعني عام برشا من بعد وقت اللي تكونت البلدية وجاء سي عبد السلام سابق كان وزير الفلاحة وهو شد رئيس بلدية بعد سعدي الحضار يعني بدات شوية شد دورتين كان صدقني ربي آه بدات ذاك الوقت يعني البلدية بالطريب والإمكانيات وكذا وقت عاد نرجع للصف البريميس انت قلت اي البريميس البريميس هذاك سيطاري كري الليلة ب500 فرق في التاريخ هذا باش يضوي العروض تلقاه واحد حطه فوق راسه هاك البروميس وواحد من قدام جينا قدام دار العروس قدام دار العروس هاك الانشاد الشهير بتاع المسرح الشهير عبد الله الشاهد تاع سي عبد الله هاي قف بالركاب هذاك وسي عبد الله الله يشده بصحته وربي يطول في عمره ما يعرفش ما يعرفوش هل يجي وحده يعني انسان يتطوع عنده كيف بك الموال هذاك ما تروش انت كي ترى العروس مثلا قريب هو هاي وين هو الشاف عنده هذا قولوا له الشاف سي عبد الله هاي وين الشاف يطلع به قف بالركاب وهذا الرب والدار لاحت علينا من الاحباب انوار فادخل يا سي علام فقد نلت ما تشتهي وما تختار وبعدها هو خذيه ليه وسعاد وهو وقت اللي تمكن في الاذاعه والتلفزه هو اللي ما عادش موقف فيه كذا باستمرار المرحوم زاد عبد الله الزرماطي عبد الله بن فرج زاد مسرحي وقام به مسرحي وقتها في مسرح البلدي قمر الزمان كان ممثل بارع ويليه يعني حافظ الأماد الله يرحمه توفى على خسارة المسرح وكان ناشط في نادي الشباب وقت أنا صغير نتبع شوية في المراحل بتاع الترتيب كانوا عندنا أخطاء المسرح هذا موضوع آخر فهمتك إذا مش نجبدوا يعني أكودة لا أحنا من قناع المسرح والفن به احنا تو وصلنا للصف وقال سي عبد الله قال قف بالركاب في هذا الرب والدار وتخلصي العروس باش نعملوا ترتيحه ومن بعد ندخلوا بعد كي يدخل سي العروس باش نحكيوا على الشمع وباش نحكيوا على الساعه بالنسبه الدخله تاع العروس اي تخلى العروس ما يدخل معها حتى واحد الرجال كل هذيك تصطف برا من الشارع مش في الشارع اعرف تجي تحت الحيط يعني الناس العروس وناس العروس باش يقبلوا التهاني باش يهنيوا تخلى العروس يتسكر الباب يتسكر الباب بالبلاش صحيح تخلى عروس تقعد الا نساء قلت لك ذبان تكرمي خلي لا محال الشمعة هذه عندها قصة سي سلاح باش نوصل للشمعة لازم نعمل ترتيح على خاطر وصلت النص ساعة انا تو التسجيل يعطيك الصحة عايشك